أكيد هي إشاعة ما لأي جنس صحة أبداً. أنا تفاجأت فيها مثل الناس، والأبشع منها هي الوعكة الصحية. فقت اليوم على 1000 مسج من كل محل بالدنيا إنه طمينا عنك، شو أخبارك، أنت وين، بالمستشفى، بكذا. يعني ما بعرف مين مطلق هاي الشائعات السخيفة، وما بعرف شو هدفهم منها. هاي إحدى مساوئ السوشيال ميديا اللي نحن بنعاني منها ودايما نحكي عليها. طيب اليوم هذا الحارس الشخصي لإلك، هل هو فعليا حارس شخصي لسوزان؟ وليه تحديدا يعني تم زج اسمك بارتباطك من هذا الشخص؟ ما أنا عندي نفس التساؤل بصراحة، وأنا كلمت محامي وسألت أنه كيف ممكن نوصل لمصدر الإشاعة، وهذا الشيء اللي بدي حاول أعمله دائما عند أي إشاعة تطلع، لأنه ما معقول كم التشويه اللي نحن نتعرض له، كم القلق اللي بيعرضونا لإله أحيانا